حضرتك معانا في الدورة 45 لديفيلي كيدز، نتعرف بحضرتك؟ بشار ديب صاحب مصنع سوريانا كيدز. اهلا بحضرتك معانا، ممكن حضرتك تدينا نبذة سريعة عن الكولكشن الصيفي الجديد لعام 2020؟ هلا هي السنة حاولنا نعمل شيء جديد ونقدم شيء جديد خاصة بالنسبة للسواري هاد، بالنسبة لبدل الأطفال نزلنا حاجات زي ما أنت شايفة مثلا لميعة، عرفتي؟ عملنا الصديرة من جوا بزرارين بحيث حتى لو الولد حب يقلع الجاكيت بتاعته فممكن يصير بصديري. نزلنا ألوان جديدة مثل الروز، مثل البينك، مثل الموف، عرفتي؟ الحمد لله رب العالمين، دائما يعني بنقدم شيء جديد، دائما الحمد لله بنصنع الموضة، ما بيكون تقليد لأي حدا، وإن شاء الله يا رب هيك، نرجو دائما من الله التوفيق. بمناسبة عيد الحب، إيه الكلمة اللي حضرتك تحب توجهها لديفيليد إيجيبت ومستر حسام فيض الله؟ مستر حسام فيض الله أخ وحبيب وصديق، ونحن دائما بنتشرف إنه نكون جزء من هذا المعرض الكبير اللي بيتم بمصر، ونرجو من الله إن شاء الله تعالى إنه كل سنة عم يكون بفضل الله عز وجل أفضل من السنة اللي قبله، وإن شاء الله تعالى كل سنة حنحقق نجاح أحسن وأحسن وأحسن بإذن الله. شكرا، تشرفنا بحضرتك.